السلام عليكم. تعود مشاهد العنف مجددا لمدينة تعز، هذه المدينة التي لم تكد تتعافى من قصف ميليشيات الحوثي وصالح، حتى تأتي فصائل المقاومة لتترك خلافاتها وسط المدينة أثرها البالغ السوء. الاشتباكات بين مسلحين يتبعون قيادات في المقاومة كانت قد انضوت في وقت سابق ضمن ألوية الجيش الوطني في إطار دمج المقاومة بالجيش، غير أن هذا الدمج ظل شكليا ولم تخضع هذه الفصائل بصورة عملية لقيادة الألوية التابعة لها. الخلافات إذن أخذت المدينة إلى منحى لا يقل خطورة عما سبق، فيما تلقى الاتهامات سواء للسلطة المحلية أو الجهات الداعمة لهذه الفصائل والتي تتحمل بالمثل تبعات ما يحدث في المدينة. ما خطورة هذه السلوكيات على طهارة فعل المقاومة؟ ولماذا هذه الفصائل لا تزال متمركزة في مربعات تخضع لسيطرتها داخل المدينة ولا تتجه إلى جبهات الحرب لتحرير بقية أجزاء مدينة تعز؟ ما هو دور السلطة والأمن في حلحلة هذه الأزمة وتجاوزها؟ مشاهدينا الكرام، سنناقش تداعيات هذه الفوضى الأمنية التي تضرب الحالمة تعز للمرة الثانية في برنامج المساء اليمني مع ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور معنا في هذه الحلقة. دكتور، نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للتعليق على ما يحدث. فيما ينتظر الجميع ميلاد الدولة المؤسسة من بين رماد الحرب في تعز، وفيما تشخص عيونهم وأفئدتهم باتجاه معاركهم التي يخوضها المقاتلون في جبهات الحرب أمام الميليشيات الإنقلابية، تدور معارك أخرى في شوارع مدينة تعز بين فصائل من المقاومة الشعبية. اشتباكات عنيفة دارت في شارع جمال وسط مدينة تعز، سيطر خلالها مسلحون تابعون للواء 35 مدرع على مبنى إدارة الأمن وعدد من المباني الأخرى، وقطعت خط الضباب إثر خلافات سابقة وتبادل اختطافات للأفراد بينها وبين مسلحين منضوين تحت اللواء 22 ميكا. في تعز جيش وطني خالص ومقاومة صادقة وجيوش من الصحفيين والمصورين الشجعان، وأيضا هناك من يفسد الأرض المحررة ويشوه صورة المقاومة. موجة سخط شعبي جراء الفوضى الأمنية التي تضرب المدينة من قبل أفراد محسوبين على المقاومة الشعبية، فيما تعلو الأسئلة عن حقيقة ما يدور في تعز وأسباب القتال داخل المدينة، ولماذا لا تتجه فصائل المقاومة إلى الجبهات لتحرير بقية المناطق. يقول مراقبون إن الرسائل السلبية لهذه الأحداث تؤثر بشكل واضح على حضور الدولة والمؤسسات الرسمية وسمعة المقاومة بل والمناطق المحررة، فيما يؤكد آخرون أن الاغتيالات والأحداث في تعز هي مسؤولية الأجهزة الرسمية المتمثلة بالسلطة المحلية والجيش والأمن. في المقابل شهدت المدينة في الأسبوعين الماضيين حملة أمنية مشددة أسفرت عن عدد من الإجراءات الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على الاختلالات الأمنية في المحافظة. هناك قصور في حفظ أمن المدينة لا يزال جليا، خصوصا مع غياب المحافظ وعجز السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية عن فرض سيطرتها الكاملة على مربعات بعينها لا تزال تمثل خطرا على السكان وعلى المدينة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الفكرة، أمن المواطنين أم أمن السلطات، مع ضيفنا دكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بك مرة أخرى دكتور. دكتور، قبل أيام يعني أقمنا حلقة بالموضوع نفسه وظهر معنا متحدثون يعني نائب مدير الأمن وكيل المحافظة، وتم الوعد بأنهم سيتلافوا الأمر وسيحلون عبر القانون عبر الأجهزة الأمنية، لكن للأسف لم يحل الأمر وإنما زاد سوءا كما لاحظنا، يتكرر الأمر دون رقيب أو حسيب وكأن كل جهة هي دولة بمفردها. ما تعليقك وما خطورة مثل هذه الأحداث التي تحدث في هذا الوقت؟ دعيني أولا أتناقش يعني أتناول المسألة من منظورين، المنظور اللي هو خطورتها في اللحظة ومنظور آخر لماذا تم. خطورة اللحظة، نحن نعلم أن هناك الآن عمليات عسكرية في الساحل الغربي، وهذه العمليات كانت خط أحمر ممنوع تجاوزه من قبل الدول الكبرى ذات المصالح الاستراتيجية. الآن هناك استعادة للساحل الغربي وهناك توجه
يعني نحو تحرير تعز، وهناك كانت خطوط وهناك تحذيرات وهناك كلام كبير على مدينة تعز بأنها ستكون حلب أو موصل وأنها بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة، وهذا التسويق خطير خطير للغاية. وما يحدث اليوم يعتبر كارثة وطنية، لكن مهما كانت الأسباب كان ينبغي أن يكون هناك وعيا وطنيا، وعيا أن المسألة اليمنية لم تعد مسألة محلية صرفة، نحن أمام تدخل دولي باسم مكافحة التطرف، نحن أمام استراتيجية دولة تقسيم البلد، نحن أمام مدينة يتربص بها المخلوع صالح، وهناك إحنا كنا على تواصل وهناك معلومات تقول بأن هناك جماعة متطرفة مصطنعة. كنا نخشى أن تنطلق العمليات، وأخشى أن تنطلق وتربك المشهد مع هذه العمليات بين فصائل المقاومة، لتجعل من تعز تعيق استعادة ذاتها، تجبر السلطة الشرعية على إيقاف ودول التحالف إيقاف التوجه نحو الساحل الغربي والتوجه نحو صنعاء، لأنها غير قادرة على حماية الجغرافيا وغير قادرة على الضبط. وقلنا في أكثر من موقف هنا، قلنا في أكثر من مقابلة، أن المسألة لا تتعلق باستعادة الجغرافيا، المسألة تتعلق بكيفية الحفاظ على الجغرافيا بعد استعادتها. ومدينة تعز مدينة ذات حجم ديموغرافي عالي، ذات موقع أقولها بوضوح جيو وطني، بمعنى أن موقعها له علاقة بالجغرافية الوطنية العالية، له علاقة بالرسامين الوطنية، له علاقة بصنعاء، له علاقة بالحديدة، له علاقة بمشروع الوطني برمته. وبالتالي هذه المدينة الآن مهما كانت الأسباب فهم ارتكبوا خطأ كبيرا في هذا التوقيت وكيفية المعالجة. أقولها دعني أتحدث من الزاوية أو الزاوية الثانية، كيفية المعالجة، نحن ما تم المعالجة مهما كان الشخصيات التي اتخذت قرار هي تجاوزت الأطر التراتبية وتعاملت بما يقوض صورة الدولة، بما يقوض المشروع الوطني. المقاومة ليس حمل سلاح، المقاومة هي مشروع، المقاومة أنك مشروع بديل لنظام قديم، المقاومة مبادئ وقيم، المقاومة أنك تحمل مشروعا لإحلاله بديلا عن آخر. هل أنت الآن تعيد إنتاج ما ثرنا من أجله؟ وبالتالي عندما المواطن تستعيد، يكون هناك صراع بين الإنقلابيين وبين السلطة الشرعية، يعني والسلطة الشرعية تستعيد الجغرافيا، وأنت تعيد سلوكيات لا تختلف تماما عن سلوكيات الحوثيين والمخلوع صالح، وبالتالي أي كيف يمكن لك أن تموضع الجماهير؟ كيف يمكن لك أن تجعلني أصطف معك؟ بالتالي هذا العنصر الأول سأدخل له جيدا. قلنا إذا ما استمرت هذه العمليات، هناك جماعات متطرفة مصطنعة مجهزة وجاهزة ومعدة لدخول لعبة تعز بهدف إيقاف الذهاب نحو استعادة جغرافية لبقية اليمن، وهناك ضغوط دولية لجعل تعز كماما كحلب، بمعنى أن هذه المدينة ينبغي أن يتم فيها ما تم في حلب من تهجير ومن تدمير ومن تدخل دولي للقضاء على هذه الجماعات المصطنعة، سيتم خلط الأوراق مع هذه المقاومة. العنصر الآخر، نحن تحدثنا بالجانب الأول سريع حتى لا نطيل، الجانب الآخر نحن تحدثنا من هنا ومن عدة قنوات، وتحدثنا إلى المقاومة في تعز التي استجابت قبل حوالي عامين، عندما قلنا عندما تتحدثون قلوا الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، وكان هناك استجابة من تعز وكنا سجلنا هذا بارتياح، أي أننا عندما نقول الجيش الوطني والمقاومة الوطنية بمعنى أننا نحافظ على مؤسسة الدولة، نحافظ على التراث. عندما طلبنا من هنا أيضا بأن يتم دمج المقاومة الوطنية، نحن مش بحاجة إلى مقاتلين، لا نعطيك إحنا مرتبات شهرية لتقاتل، نحن نعطيك مرتبات شهرية فقط لتدافع، وبنفس الوقت لأنك تحمل مشروع وطني. اثنين، العنصر المهم الآن، نحن بحاجة إلى مقاوم له تعبية وطنية، أنه ليس مهمته قتال الحوثيين فقط، مهمته أن يحمل مبادئ وقيم ويحمل مشروع بديل. المشروع البديل حتى الآن لا يوجد، نحن أمام جماعات تسيطر على الأسواق مسلحة،
عنصر تعز العنصر تعز لو سمحتي هذا عنصر مهم بالنسبة لي. إذا العنصر المهم في تعز في البلدان اللي يسموها المتغيرة التي لم حقها التحديث السياسي ضعيف، لا قبيلة قوية ولا أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني قوي، ماذا يحدث؟ لا تستطيع تضبط المواطنين قبليا وفقا للمؤسسة التنشئة القديمة، ولا تستطيع تضبطهم حزبيا. لاحظي الجوف مارب، كان بالرغم نحن كنا، لاحظي هذا الانضباط، هذا الضبط التنشئة هناك. صحيح أننا كنا نقول البنية القبلية هي نحتاج تحديث، لكن في هذا التوقيت لعبت دورا مهما في أنها تحافظ على ضبط الجماعات، على يعني اتخاذ القرار الموحد. في مدينة تعز لا توجد تنظيمات تقليدية للضبط، ولا توجد أحزاب ضابطة، وهذا هو الخطير. وهنا طالبنا منذ وقت مبكر بأن يكون هناك تراتبية لا مجال للجماعات، وطالبنا المحافظ عندما جاء إلى هنا وقلنا نحن بحاجة إلى قاعدة معلومات، ونحن بحاجة إلى أن لا مجال لأي جماعة ألا تكون لديها القرار، لا تتخذ قرارا منفردا. من أين تأخذ مرتباتها؟ القرار تراتبي هرمي يتبع الجيش الوطني. القرارات ليس من حق أي جماعة أن تنفذ القانون في الشارع. طيب مهما ربما كانت يعني الجماعة. لأن ذلك لم يتم الحديث الذي قلت أنه لا يفترض أن تبقى جماعة لديها قرار، لا يفترض أن تبقى جماعة لديها سلاح، لا يفترض أن تبقى جماعة لا تنطوي تحت إطار الجيش. هل حدث كل ذلك وسيحدث إن لم يتم التنبه لمثل هذا الأمر؟ أنا أكمل الفكرة. عندما تكون هناك موجود لا نمتلك مؤسسة دفاع وأمن، وتنضم المقاومة الوطنية إلى الميدان، المقاومة المدنية تفرز قيادات جديدة. هذه القيادات الجديدة منها ما هو وطني وهو واعي، ومنها من هو متمصلح يبحث عن مصلحته. هذه الجماعات لأنها تضحي وتقاتل، وهناك أصدقائها تموت بجانبها، وهناك تضحيات، تشعر أنها من حقها أن تأخذ مكاسب ومنافع. وبالتالي هنا يصبح هناك قيادات تظهر في الميدان، قائدة جديدة يسموها الميدان، يفرز قيادات ميدانية، قيادات يعني، وهناك أمراء حرب غير القيادات الوطنية. نحن نبهنا منذ البدء علينا أن نستوعب المقاومة والقيادات في إطار التراتبية الهرمية، ونبهنا من عدن عندما قلنا ينبغي أن يكون هناك، ليس هناك حزم أمنيا وقوات حضرمية وقوات أمنية هناك، لأن الجيش الوطني كان هناك خلل فيه من أيام المخلوع، أن كان هناك خلل، ما عندنا جيش وطني، جيش وطني من جغرافيا محددة، من عقيدة محددة، من ولايات محددة. عندما نحن نبني مؤسسة جيش ينبغي أن نتنبه، ليس لديك أجهزة أمنية، ليس لديك مؤسسة عسكرية يمكن ضبطها، بالتالي علي أن أستوعب المقاومة وأقوم بتعبيتها. ليس مقاومة سلاح، أدربه على التراتبية وعلى أنه قراره ليس قرارا جماعاتيا لجماعات مقاومة منفصلة. إذن دكتور، يعني بعد هذا الطرح، يعني ما هو تعليقك على ما حدث اليوم؟ أنا أعتقد أن إذا كان ما صح من حديث أن رئيس الجمهورية قد تواصل مع الأستاذ نعمان، حتى الآن هناك تسريبات، أنا ضد هذا التواصل. نحن لا نعيد إنتاج يعني تاريخ عفاش من خلال تشكيل لجان تقصي ولجان وساطة. ينبغي أن يكون قيادة المحور العسكري أن تتخذ القرار المناسب، وليس من حق أبو العباس ولا من حق أي جماعة أخرى أن تدخل إلى المؤسسات. هناك قيادة محور تتخذ القرار. أبو العباس أركان حرب اللواء 35 ليس من حقه أن ينزل إلى الميدان أن يتخذ قرار إلا قرارا مؤسسيا عسكريا مهما كانت أضراره الشخصية، لأن أبو العباس ما هو عادل عبد فارع المكنبي أبو العباس، المطلوب منه أن يكون أكثر التزاما من هذا الشاب الصغير، أكثر التزاما، لأن هذا كان يجمع أتوات على سوق القات من الجماعات التي تظهر أثناء الحروب الانفلات الأهم، تظهر جماعات نهب، جماعات سرقة، جماعات، هذا طبيعي يظهر. ولكن عندما نحن ننظم الأغلبية نستطيع أن نضبط هؤلاء. أبو العباس ليس من حقه أن ينزل للمؤسسات، وبالتالي إذا ما خالف، طالما أنه أركان حرب لواء ويخضع للتراتب العسكرية، ينبغي أن يحال إلى محاكمة عسكرية. ليس من حقه إلا بالعودة إلى مجلس قيادة المحور واتخاذ القرار المناسب. وهذا الشاب غزوان الطفل الغر عليه أن نأخذه إلى الأحداث،
ليس أن نتعامل معه. ربما يعني دكتور يعني نحن نجد يعني بهذا العمر فعلا يعني هو ما زال طفل، ولكن تم التعامل معه كرجل لديه سلاح وقائد. حسب المعلومات أن كل جماعة بتعز لديها جماعة ما مسلحة، لكن نحن نقول نعلم أن هناك مواجهات وأن هناك أضرار وأن هناك مشاكل، وقد يكون هناك نيات حتى لو كانت نيات سليمة من أبو العباس أنه يقوم بالضبط أو إصلاح ما، لابد أن يكون القرار يصدر قرار يعلن أنه قرر قيادة المحور هكذا يكون بضبط الأتاوات وتنظيم الجماعات، وبالتالي يناط المهمة إلى قيادات محددة بتنفيذ ذلك الأمن. يعني عادة دكتور يعني ليست القيادة العسكرية هي من تضبط الأمن، هناك جهات أمنية يعني هناك، هذا هناك اللجنة الأمنية العليا، لكن نظرا لأنه هناك خلل في المؤسسة الأمنية ونحن في حالة حرب يمكن للجنة الأمنية وهي مشتركة قيادة محور وقيادة أمنية أن تتخذ قرارا، لكن أقول نحن نحاسب أعضاء القيادات الجماعات، نحاسب القيادات العسكرية بصرامة، لأنهم أمام حتى لو كان قرار صدر قرار من مجلس العسكري ينبغي المواطن يسمع يعني أن هناك قرار، أن هناك قرار جمعي. إذن دعنا يعني ربما نستمع لوجهة نظر يعني أبي العباس وهو معنا الآن، العقيد عادل عبدو فارع قائد الجبهة الشرقية من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور العزيز، حياكم الله، أهلا بكم معنا. يعني سيادة العقيد يعني نود أن نسمع منك ما الذي حدث، اختطاف أشخاص، اقتحام مقرات أمنية، إطلاق النيران وبالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأيضا إغلاق بعض الشوارع، ماذا يحدث في تعز؟ والله الذي يحدث في تعز هو بسبب غياب الأجهزة الأمنية، وعلى أساسهم كل من كان له السلطة في تعز لا يوجد هناك أمن في تعز، بل يوجد هناك قتل وقتال بين المواطنين، يوجد هناك نهب وسرقات وعلى مسمع ومرأة من الأجهزة الأمنية، ولكن لا يوجد لام رادع لذلك. يعني لربما يمسك أو يلقى القبض على الذي هو من كان له صولة وطولة ومن كان من يدعمه من وراء الكواليس، فإذا طلع إلى إدارة الأمن جلس نص ساعة أو ربع ساعة أو أقل أو أكثر، ويخرج من إدارة الأمن معزز مكرم، والناس يعرفون ذلك. طب يعني قبل أيام كان في سوق ديلوكس يوقع القتال وكل يوم قتيل، وهذا يعلم الصغير والكبير، بل الأجهزة الأمنية تعلم ذلك. إذن يعني ألم يكن الأمر ما حدث قبل أيام، ألم يكن الأمر مخول للجنة أمنية تم تشكيلها يعني حل هذه الإشكالية؟ ما الذي حدث اليوم؟ يعني ما الذي جد؟ هل أنتم مخولون بضبط الأمن وأنتم جهة عسكرية؟ يعني هل لديكم أوامر من القيادة العسكرية التي تتبعونها حتى يعني تمت السيطرة على مبنى الأمن وإغلاق الشوارع؟ حقيقة ما حدث اليوم هو نفس السيناريو السابق، قاموا باختطاف رئيس اللجنة العدلية للجبهة الشرقية الشيخ رضوان كواتي، وأخذوه من المستشفى وهو يتعالج، وأدخلوه إلى مقر من مقرات بعض الألوية، وأخذوه إلى مكان مجهول بقوة السلاح. الأجهزة الأمنية نتواصل معها دائما تردد نحن عاجزين لا يوجد لنا قوة. طيب إذا استمر هذا الأمر أليس كل مواطن سيتعرض إلى الاختطاف؟ وأنا أمثل دولة، سواء كنت في الجبهة أقاتل الروافض أو في المدينة أمثل الأمن، لا أخرج عن ما يترتب من الفساد للحياة المدنية.
نعم. طيب يعني دعني يعني استوضح منك صوره ما حدث اليوم ابو العباس، يعني من اصوات الرصاص والقتل والهجوم، الا يشبه بصوره او باخرى ما كان يحدث ايام الميليشيا؟ يعني انتم المقاومه الوجه الابيض الذي دافع عن المدينه، هل تتحول المقاومه الى هذه التصرفات والافعال التي لا تبتعد كثيرا عن افعال الميليشيا؟ في نهاية الأمر يعني ما الذي يتحدثون به؟ المقاومة جهة مسلحة، ميليشيا مسلحة مثلها مثل ميليشيا الحوثي. لا، هذه فكرة خاطئة. المقاومة من فضل الله تقاتل العدو، وإنما شرذمة قليلة قطاع الطرق يقتلون ويسلبون وينهبون، وهم وإن كانوا محسوبين على بعض الألوية إلا أنهم لم يجد لهم رادع، وتمادوا في حقوق وأموال وأنفس بريئة. نعم. من طيب. جهة القتل ومن جهة كذلك النهب والسلب. نعم. إذن يعني دعني أوجه لك بالمقاومة. نعم، أوجه لك سؤال مباشر سيادة العقيد. نزيهة تقاتل الحوثيين، المقاومة نزيهة تقاتل كل من كان يريد الفساد داخل اليمن بشكل عام. نعم. هذا ما يفترض ان تكون عليه المقاومه، يعني نعم هذه هي الصوره المثاليه للمقاومه سيد العقيد ابو العباس، ولكن ما يحدث للاسف لا يعكس هذه الصوره. دعني اسالك سؤال مباشر، حضرتك قبل لحظات قلت انكم تمثلون الدوله، سواء كنتم في الجبهه تقاتلون يعني ميليشيا الحوثي مع تحفظي على مصطلح الروافض الذي ذكرته، او في الميدان تمثلون الدوله والامن، هل لديكم أوامر مباشرة بأن يعني أنكم تمثلون الدولة بالقبض على غزوان المخلافي أو اقتحام مركز الأمن أو حتى قطع الطرق؟ ليس من منهجنا أن نتقطع على الطرقات ونقطع الطرقات، وإنما كان لربما لا نستطيع التوصل لهؤلاء المجرمين إلا بهذه الطريقة، ومع ذلك نحن دخلنا إدارة الأمن وسلمناها للجنة الأمنية. نعم. بقيادة الحسن بن علي، وسلمناها بجميع معداتها، تواصلنا مع مدير الأمن ومع قائد المحور، ولكن ليس لهم أي صفة يقولون ويتملصون بالكلام، ليس لنا أي قوة وليس لنا أي شيء أننا نقوم على هؤلاء، وإنما حولها على اللجنة الأمنية، واللجنة الأمنية حاليا غير متواجدة وغير مفعلة. نعم، إذن يعني العقيد عادل، يعني الآن ما هو الجديد؟ يعني ما الذي بعد أن سلمتم المركز الأمني للجهة الأمنية كما تفضلت، بعد تواصل يعني كما قيل لا أدري مدى صحة ذلك رئيس الجمهورية بكم، يعني وأيضا تعيين لجنة أمنية أو تكليف يعني الأستاذ يعني نعمان تقريبا، فهل يعني ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هل ستحل المسألة وتتوقف إلى هذا الحد؟ حدثني ما الذي سيحدث؟ تواصل معنا رئيس الجمهورية حفظه الله لتهدئة الأوضاع، وشكل لجنة بقيادة الأستاذ عبد الله نعمان، وقد اتفقنا ووقعنا على أنه نسلم إدارة الأمن، ونحن قد سلمناها للحسن بن علي قبل أن تأتي اللجنة إلينا، واتفقنا على الهدوء، وهذا الذي نريده. لا نريد إشكالات، لا نريد مواجهات، والحمد لله تم كل شيء، واللجنة قامت بأخذ أحد القتلة وأحد المجرمين الذي هو صهيب أخو غزوان، وتسليمه للجنة الأمنية، وبعد ذلك إرساله إلى عدن كما اتفقنا نحن ورئيس الجمهورية حفظه الله تعالى. إرسال من إلى عدن؟ إرسال صهيب إلى عدن. طيب. صهيب. نعم. صهيب أخو غزوان. إذن يعني سيادة العقيد سؤال أخير، ما الذي يضمن عدم تكرار ما حدث؟ ما الذي يضمن للناس الآمنة عدم يعني خوضهم في حرب داخلية بين فصائل المقاومة بهذا الشكل؟ قضية من يضمن
لابد يكون هناك من أجهزة أمنية قوية راجعة ضد الباطل وإنصاف المظلوم. الناس بشكل عام سيقفون يدا واحدة مع اللجنة الأمنية. أما بغياب لجنة أمنية وإدارة أمن الفوضى ستستمر، ونحن لا نريد الفوضى ولكن من الآخرين لا نريد الفوضى. لذلك نطالب الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية بالحفاظ على أمن مدينة تعز وبالأخص في الأماكن المزدحمة وأخذ على يد الظالم في كل قوة وإنصاف المظلوم. نعم، إذن يعني لا أجد في حديثك أي شائبة، هذا ما نوده جميعا، أن يعني تتوفر الأجهزة الأمنية بشكل أقوى وأن تكون هي الفيصل في مثل هذه الخلافات. شكرا جزيلا لك العقيد عادل عبد فارع قائد الجبهة الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. دكتور، أسمع تعليقك على ما حدث خاصة في مسألة يعني ضرورة وجود اللجنة الأمنية لفصل مثل هذه الخلافات، ولكن اسمح لي أن توسد المشاهدين بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عبد الباقي. استمعت لحديث العقيد عادل، هناك غياب شديد للأجهزة الأمنية، قتل وقتال كما يقول، يعني لا يعني يمر يوم إلا وفيه إشكالية، نصب وسرقات، لا يوجد رادع من الأجهزة الأمنية. ما تعليقك على ما دار؟ لم يقنعني كثيرا بما طرح، ولأسباب كثيرة. مهما في أهم وظيفة للدولة، أهم وظيفة للدولة احتكار العنف الشرعي. يعني إذا لم تحتكر السلطة العنف الشرعي لا، ليس هناك دولة. بمعنى ليس من حق أي جماعة أو أفراد تطبيق القانون الذي يطبق القانون ويحتكر العنف ولو الحق بالسجن ولو الحق بالمعاقبة هي الدولة، لأنها مفوضة. هذا في ظل وجود الدولة، الآن الدولة غائبة وهذا ما نعرفه. لا، نحن نؤسس الدولة وهو جزء من الجيش، وبالتالي لماذا لم يموضع؟ ليس نحن بحاجة منه أن يذهب إلى إدارة الأمن ومن ثم يسلمها. هذا فعلا لماذا لم يكن يتخذ قرارا يمر تراتبيا من مجلس العسكري باتخاذ قرارا ويضفي عليه الطابع الرسمي لنؤسس لدولة؟ اثنين، الروافض هو كقائد عسكري نحن نخشى من هذه الجملة، لأن المفترض كرجل عسكري يتحدثنا عن انقلابيين، أن هناك انقلاب ونحن نستعيد الدولة، لا نريد أن ننقل ثنائية السنة والشيعة إلى تعز المستهدفة. وبالتالي هو كرجل عسكري ليس الآن هو جماعة عقائدية تقاتل الحوثيين كجماعة عقائدية، الحوثيين كجماعة عقائدية نحن نقاتلهم كانقلابيين استولوا على الدولة ومؤسساتها، وبالتالي هو كأركان حرب معسكر كان بالإمكان أن يقوم بكل هذا. وحتى لو كان لما يقول هناك قتل وهناك نهب وهناك سرقة، أنتم ماذا تفعلوا؟ ماذا تفعلوا؟ طب يعني في حال ما تدخل، في حال ما تدخل قمنا قلنا عليه، نحن لا، عليه وعلى بقية الجماعات الوطنية. نحن قلنا نحن أمام معركة صعبة وتعز مستهدفة، عندما نريد أن نتخذ فعلا عسكريا أمنيا ينبغي أن نمنحه قوة الدولة والسلطة والشرعية، لأننا في مرحلة هشة وهناك من يترقب حتى بكلمة روافض يترقبها، يريد أن يسمعها. وبالتالي نحن لا نتحدث عن روافض، نتحدث عن انقلابيين. نحن هو كان بالإمكان أن يقوم بإلقاء القبض وتنظيم السوق القات وإلقاء، لكن بالتنسيق ويعطي لهذا الفعل حتى لا ينفذه، يستطيع أن تنفذه جماعة أمنية بدعم منه وبدعم من المحافظة. لماذا؟ حتى يكون الفعل مؤسسي ونؤسس لاحتكار السلطة. هذا ما يحدث الآن عندما يقول هناك قتل ونهب وسرقات، نحن ندرك هذا. هناك جماعات أيضا تخترق المقاومة في تعز وتقوم بالعمليات، هنا ناس يقاومون ليس وطنيين ولهم مقاومة وطنية، هناك مجموعة من المرتزقة والذين يستثمروا هذا القتال، نعم، والذين يستغلون، لكن كيف يمكن نضبطهم؟ كيف يمكن لا نذهب إلى السيناريو الليبي
لماذا نترك تعز عرضة ولقمة صيغة المخلوع صالح باللعب على الجماعات المتطرفة وأن هناك صراعات بالمقاومة؟ وبالتالي هذه النقطة إذا لم تعالج اليوم سيتوقف المعارك في الساحل الغربي ولن تكتمل استعابة الجغرافيا. لماذا؟ لأن هناك خوف، هناك الأمن والسلم الدوليين في خطر. ما الذي يضمن أن هذه الجماعات تقاتل تقتل المواطنين؟ ما الذي يضمن أن هذه الجماعات لا تقوم بتسليم السلاح للمتطرف؟ هذا الطرح الدولي. بالتالي على السلطة الشرعية أن توقف العمليات في الساحل الغربي، عليها أن لا تستعيد تعز والذهاب للتسوية. لماذا تضعون السلطة الشرعية في هذا المأزق؟ لماذا لا يتم، لماذا خاصة نقولها خاصة القيادات؟ أنا أحمل مسؤولية محافظ وتعز وصديق عزيز، لكن هذه مسألة وطنية. أحمم قائد المحور وأحمل مسؤولية وكيل المحافظة وأحملهم وأنا على علاقة بهم، ولكن نحن أمام قضية وطنية وتعز في خطر نقولها، ونحن نتواصل معهم ونقول هنالك مؤامرة على تعز وهناك من يتربص بها، وهي منطقة جيو وطنية جيو استراتيجية، عليهم أن يستوعبوا هذه. بالتالي أنا طلبت من المحافظة، قلت لهم من مبكر أين تراتبية الجماعات؟ هل أنت تقلل كل شيء تحت السيطرة؟ أين السيطرة؟ ظهرت هذه أين السيطرة؟ الآن إذا لم يتعالجوا هذه المسألة وأن يقفوا هذه اللحظة ليقطعوا مع هذا الموقف، والمرتين نشهد صراع داخل المدينة، أقولها سيضع السلطة الشرعية. نحن الآن نلتقط في لحظة مفصلية، السلطة بدأت مع تغير السلطة مع ترامب، هناك نوع من استعادة سريعة للجغرافيا. نحن الآن هناك حتى قرار مجلس الأمن الدولي هذا بهدف الضغط على الحوثيين، يجب ألا يأتي الضعف من الداخل. القرار ليس بهدف أنه سيحولون الحوثيين للمحاكمة، هم يضغطوا عليهم للذهاب للتسوية. لماذا تجعلون نذهب إلى تسوية هشة؟ لماذا والسلطة تتقدم الآن؟ عند هذه النقطة اسمح لي يعني فقط أن يعني نذهب للجهة الأخرى مع اللواء صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا من تعز عبر الهاتف. مساء الخير سيادة اللواء. ألو. نعم سيادة اللواء صادق مساء الخير. ألو. تسمعني اللواء صادق؟ أيوة. نعم مساء الخير سيادة اللواء، استمعنا للعقيد عادل عبده المكنى بأبي العباس وهو يتحدث عما حدث اليوم، وأود أن أستمع إليك عما حدث اليوم من وجهة نظرك. لا بالنسبة للقضية الأمنية في داخل تعز لا زالت يعني تعاني كثير من الأمراض، وهذا أعتقد أنه شيء طبيعي بعد وجود بعض الجماعات التي لم تؤمن لحد الآن بالمؤسسات الدولة وبالمؤسسة العسكرية والأمنية، فهذا بحاجة إلى عناية كبيرة من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لترسيخ هذا المفهوم لدي كثير من الجماعات وفرض المؤسسات العسكرية والأمنية على كل الناس، بحيث أنها تستلم كل الأمور في مدينة تعز وتسلم للحكم المحلي بشكل طبيعي. لكن نعم. اسمح لي سيادة اللواء أن أتحدث. نعم سيادة اللواء، عوضا عن الحديث بهذه العمومية نتحدث بشفافية أكثر. العقيد عادل عبدو يعني كان معنا قبل قليل، لا أدري هل استمعت له أم لا، تم يعني سيطروا على مركز الأمن بسبب وجود صهيب المخلافي هناك، هو يجد أنه متمرد هو وغزوان المخلافي كل يوم، وهم في قضايا قتل و سرقات وأخذ أتاوات من المدينة، يشيعون الفوضى هنا وهناك، وهناك تساهل. يعني إذا أنت تتحدث عن يعني دولة مؤسسات، لما لا يتم ضبط غزوان المخلافي وجماعته وهم ينتمون لكم للواء 22، وأيضا ضبط كتائب أبي العباس وهي تنتمي للواء 35 مدرع حتى تنتهي هذه المشكلة؟ الوضع ليس طبيعي. هنا تحدثني عن هذه الإشكاليات الطبيعية، ما هو غير طبيعي أن تظل الأسلحة بأيدي يعني ليست مسؤولة بما فيه الكفاية؟ بالنسبة للموضوع الخلافات الحاصلة بين أبو العباس وغزوان، هذه مسألة يعني أعتقد أنها محدودة، لكن ما حصل اليوم يعني من اعتداءات على الدوائر الأمنية وعلى المواقع العسكرية يعني كانت خارج هذا الخلاف أعتقد، وهذا ما قيمته اللجنة المكلفة من الأخ رئيس الجمهورية، كان على اتصال معنا بشكل مباشر أثناء حدوث المشكلة.
تواصل معنا ووضحنا له كل الإجراءات اللي تتم في تعز. ويعني بالنسبة نشكر الرئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة على اهتمامه وعلى تواصله بالموضوع وتكليف لجنة لحل الإشكالات. كلف لجنة لحل المشكلة طبعا. ما هو هذا اللي حصل قبل أيام سيادة اللواء؟ يعني تم تكليف لجنة وتم وعد الناس بأن المسألة ستحل. أنت تحدثني أن اليوم الأمر مختلف، قبل أيام ظلت الاشتباكات 12 ساعة، ليست يعني بالأمر المختلف بتاتا. ما هو المختلف في الموضوع؟ يعني إذا لم يتم حل هذه المسألة جذريا. لا، أنا قصدي مسألة الخلاف الجزئية هي قضية الخلاف اللي بين أبو العباس وغزوان، لكن ما قام أبو العباس يعني خارج نطاق هذه المشكلة تماما، لأنه تعدى هذا المستوى إلى مستوى الاعتداد على المواقع العسكرية والأمنية على إدارة الأمن والبحث الجنائي وعلى مقرات الأمن، ولكن واحتجاز الموظفين نائب وزير الامن والضباط في اداره الامن واخذ العساكر من المواقع العسكريه. هذا كله في اطار مشكله في حد ذاتها خارج عن الخلاف المزعوم انه مع غزوان. غزوان وابو العباس كان لهم خلافات يعني محدده، برضه اللجنه عملت لها حلول، وحلول ان شاء الله تكون مناسبه انه تتم بذلك الشكل. ونحن نشكر اللجنه برئاسه الاخ عبد الله نعمان على ما بذلوا من جهود كبيره لحل الاشكال وايقاف التداعيات بين الاطراف، وكذلك يعني بين المؤسسه العسكريه والامنيه وبين الجماعات المتطرفه التي قامت بتفجير الامن السياسي على 3 تفجيرات متتاليه في المباني داخل الامن السياسي من بعد العصر وبعد المغرب، وقبل ساعه تم تفجير المباني داخل الامن السياسي اعتقد بالكامل يعني، وهدم المباني في الموجوده في الامن السياسي انتقاما من حسب زعمهم من النظام التابع. نعم، اذا يعني اود ان اسالك، يعني هل يعني غزوان المخلافي يتبع لواء 22 ميكا؟ غزوان المخلافي لا ليس له اي علاقه، ولا لقنا اتضح لها كثير من الامور انه لا ليس لنا اي علاقه اطلاقا. اذا يعني ما علاقته بالاحداث؟ يعني شاب مسلح الخلافات. يعني انا كنت اظن ويظن كثير من الساده المشاهدين انه يتبع اللواء 22 ميكا، يعني ما شاء الله هيلوكاسات وسيارات واسلحه، و يعني ما الذي يعطي طفل بعمره 17 أو 16 هذه الأسلحة؟ كيف تتعاملون مع مثل هذا الموقف؟ والله إلا يا أخي ما اتضحت الكلام بوجه واضح، لكن بالنسبة لأخذ السيارات التي أخذت من قبل أبو العباس قصدك، هذا يعني بتعود كل السيارات بحسب قرار اللجنة. نعم، إذا يعني شكرا جزيلا لك اللواء صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، ونود يعني أن نشد على دوركم كقادة ألوية أن يعني يتم ضبط مثل هذه المسائل، وأن تتساعدوا مع الجهات الأمنية أكثر لاستتباب الأمن في تعز، يعني على الأقل حماية الجهة الداخلية في ظل ما الجيش الوطني يقوم بتحرير الجهة الغربية من أو الساحل الغربي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى اللواء صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة لك دكتور عبد الباقي، كيف تعلق على ما سمعت؟ اعتقد ان نحن امام وضع هش للغايه، وبالتالي احيانا تاتي يقول رب ضارة نافعة، يعني ربما تكشف لنا هذه الحادثه مدى هشاشه الوضع، وبالتالي اعتقد على رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وعلى القائد العام للقوات المسلحه رئيس الجمهوريه وكل القيادات العسكريه ان تتخذ الاجراءات اللازمه للقطع مع كل ما تم، لأن هناك وضع هش، وعلى المحافظ أن يعيد ترتيب مدينة تعز وفقا لتراتبية شرعية قانونية. الآن أبو العباس يتحدث عن انفلات أمني وسرقات، واللواء سرحان يقول سرقات، طيب نحن نتحاسب مع من؟ المواطن يتحدث مع من؟ إذا كان هذا أركان حرب وهذا لواء عسكري ويقول ليس هناك مؤسسة أمنية وهناك انفلات، طيب من الذي مخول بهذا الأمن؟ أنا ضد تشكيل لجنة
لحل المشكلة. نحن بحاجة إلى صرامة القانون، هناك قانون عسكري وهناك قوانين في حالة الحرب، بالتالي علينا أن تتخذ القوانين الصارمة ليكون درسا للآخرين، بمعنى أننا ليس بحاجة إلى صلح أن نعيد المؤسسة الفلانية عدناها وأنه هذا نعمل صلح ونذبح ثور، هذا السلوكيات ينبغي أن نقطع معها. نحن لسنا بحاجة إلى أن كمان نقضي على ثروتنا الحيوانية، يعني مش كفاية فلان يموت كمان نقضي على الثروة الحيوانية ونهجر الدولة نحن بحاجة إلى قوانين صارمة، إلى إعادة تفعيل المؤسسات. أنا كنت أتمنى يكون معنا المحافظ ليجيب، نعم، يعني ما الذي يفعله الآن هناك، يحاول يعني نحن نسمع عن مجلس تنسيق مقاومة وقيادة محور والقيادات الأمنية وكلام، والآن نحن نسمع من قيادات من نفسها بالأعضاء، هم أعضاء في هذا قيادة المحور، يتحدثون عن انفلات. قلنا وطالبنا رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارات صارمة وأن لا يجعل من تعز، نحن نعلم ونراقب الوضع في تعز بدقة، الناس تعاني وتتطلع للدولة، ما حدث حتى الجماهير الرازحة تحت، نحن قلنا في بعض الكتابات عندما نستطيع السيطرة على الجغرافيا ونعيد الأمان، الجماهير المصطفى مع الشرعية في الجغرافيا تحت الحكم الانقلابي يتطلعوا لقدوم الدولة، الآن لا يتطلع، ما الفرق بينك وبين الحوثيين؟ ما هو نفس المسألة، بالتالي ربما تعامل مع الأمر الواقع، كيف لي أن أفجر أمانة العاصمة عندما يشاهدون الدولة عادت وزعت مرتبات وخلقت الأمن وهناك ثقة وقررت تعيين حقيقية وأن هناك صرامة قانونية، أتطلع إلى قدوم الدولة، وكلما تقدمت القوات الشرعية نحو التخوم كلما جاءت المظاهرات واصطفوا الناس، لكن الآن تحبطني لا قرارات تعطيني ثقة بهذه السلطة، لا قوانين، أنا ضد كل سلوكيات اللجان، لجنة لحل المسألة وهي لا تحلها في نهاية الأمر، نحن من لجنة إلى لجنة، نخلو على الوزير يشكي والمدير يشكي، من اللي يسير البلد؟ يعني الوزير يقول لك الدنيا فالت والثانية وما فيش ميزانية، والآن يقول لك الأمن أبو العباس يشكي واللواء سرحان يشكي، نحن بحاجة إلى، أتمنى أن تتم حلقة قادمة في المساء اليمني يكون فيها المحافظ وقيادة الأمنية، وعلى رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارات صارمة إلى أقصى درجات، لأنها أقولها تهدد مشروعنا الوطني، ما يحدث في تعز يهدد مشروعنا الوطني ويجعل من تعز حلب ويجعل من تعز الموصل، نحن تعز المشروع الوطني والجيل الوطني، الآن هناك عندما نبدأ القوات تستعيد الساحل الغربي ونبدأ نوقف المشاريع المهدد الأمن القومي ونبدأ تعز تنفس يأتون بهذه العمل، والآن يتحدثون بعد عامين أن هناك خلالات أمنية، لماذا تستلمون مرتبات؟ لماذا تعطوني فقط فالحين معهم ملفات يريدون قوائم يدرجوها في مرتبات لاستلام مرتبات؟ نحن ناقصين أيام المخلوع بالكشوف الوهمية. المقاومة لا تعني أنك، إحنا قلنا المقاومة نقولها للمحافظ وقائد الجيش، نحن أين جهاز التوجيه المعنوي؟ التوجيه المعنوي الآن لماذا نقول مقاومة تندرج بالجيش؟ عشان نعلمه الانضباط، نعلمه سمع الأوامر، نعم، أن يعيد من أول وجديد تشكيل عسكري، على أنه المقاومة لا تعني أنك تقاوم الانقلابيين بالبندق، المقاومة لكن تحمل فكرا، تحمل مشروعا، صح. بالتالي أنت يفهم المقاومة. نتمنى دكتور يعني أن تصل رسالتك هذه لكافة الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى يعني أصغر فرد في الأجهزة الأمنية والعسكرية. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.